السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. تقدم الكلام عن سبب نزول هذه السورة، وأنها نزلت في ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، وكان رجلا أعمى وأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صلى الله عليه وسلم كان منشغلا بالكلام مع صناديد وكبار من ملأ قريش، وذلك في مكة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بهؤلاء لدعوتهم، لأنه يعلم أن ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه يمكن أن يلتقي به في أي وقت، فهو مسلم ويستطيع أن يعلمه في أي وقت آخر. أما هؤلاء فإنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يستثمر ويستغل الفرصة إذ اجتمعوا بين يديه. فأنزل الله تعالى هذه الآيات: عبس وتولى. والعبوس هو تغير الوجه لكراهية الشيء، لأن ابن أم مكتوم رضي الله عنه لم يكن يعلم بانشغال النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الكبار من قريش، فجاء وجلس أعمى وجعل يقول: يا رسول الله علمني ما علمك الله، يا رسول الله حفظني قرآن، يا رسول الله. فأشغل النبي صلى الله عليه وسلم، فظهرت الكراهية من النبي صلى الله عليه وسلم. العبوس الذي ذكره الله تعالى في القرآن، عبوس لأجل انشغاله بدعوة مع هؤلاء يخشى صلى الله عليه وسلم أن تفوت عليه. فقال الله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. يعني لا تنشغل بأحد دون أحد، فكل الناس مهم في الدعوة إلى الله تعالى. وما يدريك لعله يزكى، يزكى يعني يتطهر، ولذلك سميت الزكاة، إخراج زكاة المال، سميت زكاة لأنها تطهر المال. أنت عندما يكون عندك محل تجاري أو يكون عندك مال اكتسبته، فإنك في كل سنة تخرج منه 2.5%، حتى لو كان في هذا المال شيء من ربما حقوق الناس لم تعلم بها، أو غش وقع لم تعلم به، أو قل غير ذلك. لو وقع في هذا المال شيء فاخترط بمالك الحلال الأصلي، فإنها الزكاة تطهره، تزكيه. فقال الله تعالى: وما يدريك لعله يزكى. لعل الكلام الذي يسمعه منك هذا الرجل الأعمى يزكيه، يطهره، يدله على الخير أكثر، يجعله يقبل على الصلاح أكثر، لماذا تعرض عنه؟ قال: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. يذكر وما كان غافلا عنه من الحرص على الخير، الحرص على الطاعات، فتنفعه الذكرى، فينتفع بهذه الذكرى. وهذا فيه أيها الإخوة والأخوات أن الإنسان لو عرض عليك فريقان من الناس، فريق عندهم نوع قبول للخير أصلا وإقبال عليه ومحبة للخير، وفريق آخر هم معرضون أصلا ولا يريدون الخير ولا يقبلون عليه، فقيل لك: ادعو أحد هذين الفريقين إلى الإسلام، هل تدعو هؤلاء الذين هم أصلا عندهم حب للخير وحب للعمل الصالح حتى لو كانوا غير مسلمين؟ في ناس غير مسلمين ومع ذلك عندهم حب للأشياء الطيبة، الصدقة على الفقير، رعاية اليتيم، كف الأذى عن الناس، عندهم في فطرتهم السليمة محبة للخير عموما، بينما هناك أقوام آخرون ليس عندهم مثل هذا الإقبال الخير. فالأصل أن تقبل على من هو مقبل عليك، الشخص اللي أصلا عنده قبول للخير هو الذي تعال وأقبل عليه. الكأس الفارغ الجاهز للملء بالماء هو الذي تملأه، أما الكأس المليان الذي يستطيع، الذي تحتاج إلى أن تخرج ما فيه ثم تملأه مرة أخرى، فهذا لا تنشغل به وعندك ما هو فارغ. فقال الله تعالى: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، أولئك الصناديد الذين هم معرضون عنك أصلا، أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني تقبل عليه، وما عليك ألا يزكى. أنت عليك أنك تبلغ الرسالة فقط أيها الداعية، أنت عليك أن توضح الخير للناس أيها الداعية، وما عليك أهتدوا أو ما اهتدوا هذا إلى الله تعالى، أنت عليك البلاغ فقط، أن تبلغهم الرسالة. ثم قال الله: وأما من جاءك يسعى، اللي هو ابن أم مكتوم الأعمى، وهو يخشى، فأنت عنه تلهى، تتلهى بهؤلاء، كان يمكن أن يصرف له ولو شيء من الوقت. فقال الله: كلا إنها تذكرة.
هذه تذكرة لكل من يعمل في الدعوة، ألا تنشغل بأحد دون أحد، ألا تضع جهدك الكبير في المدير وفي الوزير وفي العظيم وتدع الضعفاء والفقراء والمساكين، كل هؤلاء هم محل دعوتك وهم أهل الإجابة إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم.